يا صباح البهجة والتفاؤل والأمل، صباح الورد والفراشات، صباح الهمة والنشاط. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن الأطفال، تحديدا التعليم، كمان عن الجمال. زي ما أنتم عارفين أن أنا بدعم أصحاب المواهب من خلال الصفحة على الفيسبوك الإعلامية يسرى نصر الله، كمان بدعم الشباب، أي حد عنده فكرة أو اختراع. النهاردة هنتكلم عن عاوز تعلم الأطفال، قول لهم المعلومة في حدوتة. معانا الأستاذة هاجر برهام، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك أستاذة يسرى. كلمينا بقى عنك وقول لنا يعني فكرتك جت إزاي. أنا هاجر السيد برهام، بكالوريوس تربية رياض أطفال، بكالوريوس تربية طفولة مبكرة، رياض أطفال سابقا. فكرتي جت عن طريق التربية العملي في الكلية. كنت بنزل تربية عملي في الكلية كل يوم أربع في الأسبوع، كل يوم أربع. بدأت إن أنا كل يعني بيطلب مني في القاعة إن أنا أحكي حدوتة للأطفال. فجات البداية من هنا، أحكي الحدوتة للأطفال، ألاحظ إن الأطفال يعني بيسكنوا قوي وبيناموا نيمو. فصحابي في القاعة بدأوا يصوروني، بدأت أنزل فيديوهاتي على الفيسبوك، بدأ ناس كتير جدا يشجعوني، لا انت في حاجه كويسه، خليكي ماشيه معاكي، خليكي ماشيه في الموضوع، كملي في الحواديت. تمام. طبعا كورونا جت، كل حاجه اتقفلت، مدارس اتقفلت، كليه اتقفلت، لقيت نفسي قاعده فاضيه في البيت ما بعملش حاجه خالص. داخلين على رمضان، استثمرت وقت الفراغ بقى ازاي؟ استثمرت وقت الفراغ ازاي؟ نزلت فكره بسيطه ان انا هعمل حدوته يوم في الاسبوع. بس هستغل الحدوته دي او اليوم في الاسبوع ده، او هقعد الطفل في البيت ازاي. ان انا هقول اسمه في نهايه كل حدوته. جميل. تمام. والحدوته هتتعرض في رمضان. تمام. بدات ان انا نزلت الفكره على صفحتي على الفيسبوك. طب بس انا الفكره بتاعتي على الفيسبوك هتبقى محكومه على الاطفال اللي عندي على الصفحه بس. طب ماشي، انا عايزه اكبر الفكره بحيث اطفال القريه اللي انا منها كلهم يشوفوها. بعت الفكره بتاعتي لصفحه القريه، اسمها صفحه صوت دياس طلخه. ايوه. تمام. بصراحه اول ما بعت الفكره ليهم دعموني جدا جدا جدا. جميل. تقريبا ردوا عليا في خلال دقيقتين، اخذوا الفكره من عندي نزلوها عندهم، ردود افعال جميله جدا من اهل القريه. قولي لي يعني مده الفيديو بتاعك كام، تبقى قد ايه، وعملتي كام فيديو؟ انا تقريبا عملت سبع فيديوهات. سبع فيديوهات. تمام. المده كانت من 10 ل 13 دقيقه. جميل. تمام. ما كانتش بتزيد عن كده بحيث ان الطفل ما يملش. نرجع بقى تاني لردود افعال الاهالي والاطفال. ردود افعال الاهالي والاطفال، انا طلبت من في اول حدوته نزلت، المفروض ان اول يوم رمضان كان يوم جمعه. الحدوته بتاعتي كانت اول حدوته كانت هتبقى يوم خميس بعد المغرب. بدات نزلت الفكره في الاول وقلت باذن الله انا معايا هاخد اسماء اطفال ان اقولهم في نهايه كل حدوته. طب عملتي حواديت عن ايه بقى؟ عملت حواديت عن حاجات كتير، يعني مثلا اول حدوته كنت عايزه اربطها برمضان، بهجه رمضان كده، عايزه انسى شويه كورونا. طب وقلتي فيها معلومات؟ قلت فيها معلومه تاريخيه. معلومات عن رمضان؟ ايوه. قلت ليه فانوس رمضان مرتبط برمضان؟ ليه بقى؟ ليه؟ لان الخليفه اسمه الخليفه المعز لدين الله الفاطمي كان جاي من، بص حكايه طويله جدا هحاول اختصرها، كان جاي من بلاد بعيده جدا، والعرب كانوا عايزين يستقبلوه. ايوه. تمام. فما كانوش عارفين، كان جاي بالليل. طبعا زمان كانت الدنيا على طول ضلمه، ما فيش نور، ما فيش حاجه خالص. الناس طلعوا استقبلوه بالفوانيس. ايوه. تمام. اللي هي الفانوس اللي هو كان بتولع بالنار. فمن هنا ارتبطت الفكره بمجيء المعز لدين الله الفاطمي بفانوس رمضان. جميل. وبدا كل رمضان بقى المعز لدين الله الفاطمي ياخد الاطفال يطلعوا عشان يستطلعوا هلال شهر رمضان بالفانوس. جميل. ومن هنا ثبت. طب مس هاجر، انت يعني اكتشفتي موهبه اطفال وحاولتي ان انت تستثمريها؟ اكتشفت من خلال الحاجات اللي اتعملت بعد حواديت كتير هحاول اقولها. عملت مسابقه عن الرسم عندنا في القريه، بصراحه اتبعت لي تقريبا 100 رسمه.
جميل. لاطفال جميل. تفاعلوا معاكي يعني تفاعلوا بطريقه كويسه جدا وجميله جدا لدرجه ان هم بعتوا لي فيديوهاتهم وهم بيرسموا. جميل. طب مين ساعدك ماديا او معنويا وقدم لك الدعم؟ بصي يعني. اولا من بدايه الفكره خالص والدتي ربنا يخليها لي يا ربي، وبابا واخواتي اكيد طبعا طبعا وبصراحه جوز اختي بصراحه كان بيشجعني كتير جدا. جميل. وخالاتي بصراحه خالاتي كانوا دايما معايا. مين تاني بقى؟ وهقول لك صحابي زي ما قلت لك، صحابي في القاعه برضو كانوا بيشجعوني جدا، بجانب اداره الصفحه اللي انا عرضت عليها الفكره. تمام. هي صفحه صوت دياس، صوت دياس طلخه بصراحه طلخة. اول ما بعت لهم دعموني جدا، استاذ احمد عبد العزيز، استاذ احمد فوزي، استاذ عمرو ابو استاذ عمرو الباشمهندس نور. طب انا عرفت ان كمان في دكاتره دعمتك بالظبط كده. الدكاتره بدات ان انا احاول اطور من الفكره. الفكره مش هتبقى ان هو طفل بيشوفني كل مره وخلاص بحكي حدوته، لا هو انت انا هطور. طورت ازاي؟ اول مره كام اول حدوتين انا طلعت بشكلي وقلت الحدوته. تاني حدوته عملت رسومات، ربطت الصور بصوتي. ايوه. بعد كده بقى لا انا مش هطلع كل مره، انا لازم اعمل حاجه مختلفه وتفكري بره الصندوق واربط الحواديت بحاجه تانية. جميل. ما يبقاش حاجه اسمها بس حواديت، لا الحدوته بمعلومه. الحدوته بمعلومه وده عنوان حلقتنا النهارده بالظبط كده. بدات اول مكالمه خالص تواصلت مع الدكتور وليد الباز بصراحه، اخصائي الفم والاسنان، اخصائي جراحه الفم والاسنان، بصراحه شجعني جدا. قال لهم حواديت بقى يعني انت قلت لهم حواديت عن الاسنان وهو ساعدك في كده؟ كانت عباره عن قال لهم معلومات. انا قلت الحدوته، الحدوته خلصت. طب انا معايا ضيف، كان الضيف ده انا معلنه عنه بس كان مخفي علامات استفهام. مين الضيف اللي هيبقى مع ميس هاجر في الحدوته؟ احنا دايما متعودين ان ميس هاجر بس هي اللي موجوده في الحدوته. جميل. بصراحه دكتور وليد عرضت عليه الفكره، قال لي انا معاكي من بكره. بصراحه يعني ما خدش 24 ساعه على ما عمل الفيديو وبعته لي. طب مين تاني بقى يا هاجر من الدكاتره؟ بعده على طول كان دكتور ايمن الاشرم. بصراحه اول ما عرضت عليه الفكره ده دكتور ايه حبيبتي؟ دكتور ايمن الاشرم كلى. طيب بصي احنا انا بستاذنك هناخد مداخله من دكتور محمد خالد. اهلا بحضرتك يا دكتور. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. دكتور ايه اللي شجعك ان انت يعني تدعم هاجر سواء ماديا او معنويا، ويعني ايه اللي شجعك ان انت تدعم فكره زي دي؟ هي الاول طبعا مس هاجر طبعا الموهبه اللي موجوده عندها واللي هي الجرأه اللي هي تبدا حاجه زي ديت، والموضوع اصلا كان بادئ ان هي فكره حواديت للاطفال في بدايه رمضان، ان هي تقدم معلومات بسيطه للاطفال وان الاطفال تحب تسمع المعلومات ديت، زي قصه الفانوس اللي هي بدات فيها في اول رمضان والفانوس بدا ازاي وتم ازاي، والفكره كمان ان هي تبدا تعرض المحتوى بتاعها على الناس كلها بجراه، وان هي ما تبقاش خجوله وكلام من ده، بحيث ان احنا مثلا في قريه وازاي مثلا تطلع على النت وازاي تقول وكلام من ده. فاحنا انا دعمت الموهبه الاول قبل فكره كمان ان احنا نعمل معلومه طبيه وان احنا نقدمها للاطفال، وان الاطفال تبدا تستفيد كمان كحاجه طبيه، وان احنا نشجعهم ازاي يعرفوا بعض المعلومات وازاي يستفيدوا وازاي يشاركوا ويسمعوا الحدوته ويجاوبوا على السؤال، وندي لهم جوائز وان هم يتشجعوا ان هم. طب يا دكتور كلمنا عن المعلومه اللي انت يعني قلتها في الحدوته. طبعا هي الفكره كلها ان احنا كان في اخر رمضان وطبعا كان دخلت العيد وكده، فميس هاجر لما كلمتني ان انا اشارك معاها طبعا انا رحبت جدا بالفكره، فقلنا ان احنا نعمل حاجه طبيه ان احنا تفيد الاطفال على دخله العيد، فقلنا ان في بعض الاطفال لما هي بتلعب بمسدسات الخرز او ان هي بتلعب بالصلصال وكده، ففي بعض الاطفال بتحط الخرز في ودانها، وفي بعض الاطفال بتحط الصلصال مثلا او اي جسم غريب جوه الانف، فاحنا حاولنا ننوه عن الموضوع ده واتكلمنا عن فايده الاذن وتركيب الاذن ومحتويات الاذن الوسطى والداخليه والجزء بتاع الانف برضه، وازاي ان الحاجات ديت ممكن تضر الاطفال وتعمل لهم مشاكل فيما بعد. فمس هاجر قدمت الحدوته وانا قدمت المعلومه الطبيه، وفي الاخر سالنا سؤال من محتوى الحدوته بحيث ان الاطفال اللي سمعت الحدوته تجيب عليها، والحمد لله كان التفاعل كبير جدا والناس استفادت والاطفال استفادت وقدمنا لهم الجوائز بعد كده. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا جدا. شرف لينا، وطبعا بنحب نشكر مس هاجر ونشكر حضرتك كمان. بشكر يعني حضرتك ان انت بتدعم الشباب، كمان المساعده الماديه اللي حضرتك قدمتها، يعني حضرتك ليك فضل كبير قوي يعني في نجاح الفكره. طبعا لا 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 ده شرف لينا، واحنا اي حاجه اي موهبه، وكمان بلدنا كدياس
مليانه مواهب كتير، احنا لازم ندعمها ولازم نقف جنبها عشان تظهر ان شاء الله. وطبعا اهمهم ميس هاجر، وشرف كبير لنا المداخله مع حضرتك طبعا. طب ناخد مداخله كمان للدكتور وليد الباز. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك في حضرتك، اتفضلي. دكتور، يعني انت طبعا قلت حدوته مع هاجر عن الاسنان او كده، يعني من امتى، من سن كام الطفل لازم بيعرف معلومه عن الاسنان؟ هي دي كانت مشكلتنا في طب الاسنان عموما، ان الثقافه دي مختفيه شويه، وطبعا احنا اعتمدنا على الامهات في الموضوع ده، وبرده كان عند الامهات الموضوع ده برده الاسنان اللبنيه مش واخد اهتمام ومش مدركين خطوره الموضوع. والمفروض الطفل يبدا يهتم باسنانه اول ما الاسنان اللبنيه تطلع، وغالبا اول سن لبن بيطلع في عمر 6 شهور. فطبعا 6 شهور انا ما اقدرش اوجه نصيحه لطفل، فغالبا بيبقى اعتمادنا على الامهات ان هم يهتموا بالاسنان في العمر ده. فالاسنان اللبنيه بتطلع من عمر 6 شهور لغايه 2 سنين. انا امتى اقدر اعتمد على الطفل ان هو يغسل اسنانه ويهتم بها؟ اول ما الطفل يقدر ان هو يمسك فرشه ويقدر يتحكم في كميه المعجون، غالبا ده في عمر 2 سنين. عمر 2 سنين، يعني من عمر 2 سنين ابدا اعلم الطفل ان هو يغسل اسنانه، ان هو يعتمد على نفسه. يعتمد لكن على نفسه. اللي من قبل 2 سنين طبعا ده دور الام. تمام. طيب يا دكتور، يعني لما هاجر كلمت حضرتك وطلبت منك ان انت تشاركها في الفكره بتاعتها، كان رد فعلك ايه؟ والله انا عجبتني الفكره، وخاصه انا لما شفت اثر التجربه اللي عملتها ميس هاجر. انا بقالي 20 سنه بوجه نصايح للامهات والاطفال، اعتقد في حلقه واحده ومدتها ما كانتش طويله كان اثرها جميل جدا، لان بقيت اشوف اطفال يقول احنا شفنا الحلقه وبدانا نغسل اسناننا وجبنا جيب فرشه. فصراحه كان طبعا الدنيا اتغيرت، والاعتماد على وسائل التواصل دلوقتي بقى شيء اساسي، وفعلا التجربه كانت ناجحه وكان لها تاثير كبير على الاطفال. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. طيب قولي يا هاجر، ممكن بقى تقول لنا حدوته كده على الهواء؟ حاضر. في حدوته من تاليفي، دي كانت اول حدوته قلتها في التربيه العملي. جميل. كانت جميله جدا، اسمها حدوته السمسم ونمنم. دي بتتكلم عن ايه بقى؟ بتتكلم اولا هي اكل الشارع والكذب. جميل. يعني الكذب عمل حاجه كده، يعني في رساله في الاخر، في اخر الحدوته او معلومه يعني مفيده للطفل. كان يا مكان يا ساده يا كرام، لا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كان في طفل جميل جدا وحلو جدا اسمه سمسم، من عربيه اكل في الشارع مع نمنم صاحبي. ماما بصت له كده، امتى ده وجبت فلوس من ايه؟ من لما انت اديتوني الفلوس يا ماما ورحت علشان اشتري طلبات من السوبر ماركت. ماما ما ردتش عليه. الدكتور كتب العلاج وسمسم اخد العلاج وروح البيت علشان ينام. ماما بقت كل يوم تفتح الباب تحط له الاكل وتدي له العلاج وتخرج من غير ما تكلمه، واكيد سمسم حاسس بغلطه. سمسم قاعد بقى، ايه اللي انا عملته ده؟ انا ما كانش ينفع اسمع كلام نمنم، انا هعمل ايه؟ انا لازم اصالح ماما، انا عمري ما كنت كده، انا عمري ما كنت وحش، اعمل ايه يا ربنا؟ ساعدني، انا مش عايز ماما تزعل مني. سمسم راح لماما وقال لها، وقف قدامها، انا اسف يا مامتي يا حبيبتي، ما عدتش هعمل كده تاني، هو نمنم اللي قال لي كده، ما عدتش هسمع كلامه ابدا، انا اسف، انا اسف، حقك عليا، ودي ايدك ابوسها ودي راسك ابوسها. قالت له، يا سمسم شفت اللي كان هيحصل لك يا سمسم لما اكلت من على عربية الشارع؟ وشفت برضو اللي كان هيحصل لك يا سمسم لما كذبت عليا وما رضيتش تقول لي ان انت اكلت من عربية الشارع، وكذبت عليا وقلت لي ان انت ما جبتش الطلبات عشان الفلوس وقعت منك يا سمسم. انا اسف يا ماما، اسف، خلاص خلاص خلاص، انا اسف، حقك عليا، ما عدتش هعمل كده تاني. وماما سامحت سمسم، وسمسم بقى كويس وما بياكلش من الشارع، ماما بتبعته المشوار، بيروح على طول المشوار وبيرجع على طول من غير ما ياكل في الشارع، او لو حد من صحابه كلمه وقال له نروح في مكان مش كويس ما بيرضاش يروح معاه. وتوتا توتا، خلصت الحدوته. برافو يا هاجر. تعرفي ان انت بتفكريني بابله فضيله، يعني انت لما بعتي لي على الصفحه بتاعت الاعلاميه يسرى نصر الله وطلبتي ان انت تظهري معايا، وانت عارفه ان انا بشجع المواهب، يعني انا حسيت ان انت رجعتيني للزمن ده،
بجد يعني ما حدش بيعمل كده، ما حدش من المدرسين بيهتم ان هو ينمي قدرات الطفل او ينمي مواهبه او يعني يفكر في حاجه لاستثمار وقت فراغه، يعني كله بيعتمد على الحفظ والتلقين. انت بقى ايه رايك في الاسلوب ده؟ يعني لا، اسلوب غلط جدا ان انا افضل يعني اللي هو ده بحشي مخ الطفل. هو انا بجيب معلومات وبأديله هو بيحفظ بس. طب انا بستأذنك يا هاجر، معانا مداخله من ام فؤاد. ايوه مع حضرتك. السلام. وعليكم السلام. ازاي حضرتك؟ والدة فؤاد معايا. فؤاد، انا بحضرتك. الحمد لله. ايه حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي رد فعلك بعد الحدوته اللي بتعرضها ميس هاجر من خلال البث المباشر، وهل اثرت يعني في طفلك او غيرت حاجه في سلوكه؟ جدا بجد كانت بتاثر جدا جدا مع فؤاد. كان دايما لازم ينفذ الحاجه اللي هي بتسمعها بعد الحدوته، لازم ينفذ تعليماتها وتسمعها ومتابعه قدوه. طب لو انت عايزه تغيري حاجه في سلوك فؤاد، هل بتلجئي لميس هاجر او بتكلميها في التليفون؟ طبعا لميس هاجر مسج بيني وبينها، وهي كانت بتعرف تظبط ده من غير ما تعرفه اللي انا اللي قلت. جميل. طب انا عايزه اكلم فؤاد بقى. ماشي، اتفضلي معاك. الو الو، ازيك يا فؤاد؟ الحمد لله. انت بتستنى حواديت ميس هاجر وبتحب ان انت تشارك فيها وتاخد جوائز؟ اه. طب وبتكلم اصحابك ان هم يشاركوا معاك؟ حبيب. طب ايه اكتر حدوته انت حبيتها لميس هاجر واستفدت منها؟ البطه الشقيه. البطه الشقيه وكوبايه الميه. وكوبايه الميه. ماشي يا فؤاد، ميرسي حبيبي. شكرا لفؤاد والده فؤاد. انا بشكرك جدا. العفو علي. انا بشكر ميس هاجر بجد على المجهود الفظيع اللي هي بتعمله بجد معاها. ربنا يخليك يا رب يا ام فؤاد. ربنا يوفقك يا بوبو دايما يا رب. تسلمي لي حبيبتي. تسلمي لي. شكرا يا ام فؤاد. طب معانا استاذ كمال من منصوره، عاوز يشكرك يا هاجر. خلو كمال. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا عايزين بس نعمل مداخله مع الاستاذ هاجر. معاك. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتني. اهلا بحضرتك اولا وبالبرنامج وبأسرة البرنامج. تمام، وانا معاك يا خلو كمان. الو. ايوه. شكرا يا استاذ كمان. طيب اخر سؤال بقى معانا. اتفضلي. احنا كل طفل غير التاني، في بقى المستوى ذكائه عالي، مستوى ذكائه محدود، متوسط الذكاء، في الطفل المطيع، الطفل العنيد. انت كنت بتتعاملي مع كل دول ازاي وتخليهم يسمعوا كلامك ويسمعوا لك؟ بصي، اكتر مشكله بتواجهنا، مش بتواجهني، بتواجهنا ام واختها. الاثنين عندهم طفلين في نفس السن. ممكن يكونوا الاثنين مولودين في نفس الساعة. بس ده اشطر من ده، او ده عنده موهبة عن ده. دي بقى طول ما هي قاعدة، شايف ابن خالتك؟ شايف ابن خالتك عمل ايه؟ شايف ابن خالتك؟ شايف ابن خالتك اشطر منك، ابن خالتك هيبقى حاجة وانت مش نافع، ابن خالتك وابن خالتك. طيب حضرتك مش لفت انتباهك لحاجه، الحاجات دي كلها ممكن تاثر على نفسيته. يعني المقارنه الغلط هي اللي بتاثر في شخصيه الطفل. طبعا ممكن ده كله ياثر على نفسيته وما تخليهوش يعمل حاجه خالص، حتى لو في دماغه حاجه انه يعملها. تمام. ده مش تشجيع على فكره، ده بياثر على النفسيه. انا بشكرك جدا يا هاجر، ميس هاجر برهام، واللي رجعتنا لزمن ابله فضيله. طبعا انا قبل ما اختم عاوزه من كل متابعيني ومن كل الناس اللي بيتفرجوا على قناه الصحه والجمال دلوقتي يعملوا لايك لصفحه الاعلاميه يسرى نصر الله. الاعلاميه يسرى نصر الله، الصفحه دي هو طبعا انا برنامجي مش برنامج خاص بالمواهب، لكن انا بدعم الشباب وبدعم المواهب وبدعم اي حد عنده افكار جديده بيخدم بيها نفسه وبيخدم بيها المجتمع وبيخدم بلده. علشان كده عايزه اقول لكم
ما تعتمدوش على المجموعه، وكذا مره اقول الكلام ده. لو انت شاب نمي الموهبه اللي عندك، ولو انتم اباء نموا مواهب اطفالكم. ما تهتمش ان انت تطلعه دكتور او مهندس او تقارنه بابن خالته او ابن عمته زي ما هاجر قالت، لان مستقبله كله في مواهبه. ممكن ان هو بموهبته يبقى انسان عظيم جدا ويخدم بلده اكتر ما يعتمد على الحفظ والتلقين ويطلع دكتور او مهندس مش فاهم اي حاجه. انا بشكركم جدا واشوفكم الحلقه الجايه في حوار مع يسرى، مع يسرى نصر الله.